مشاهدينا، ينضم إلينا الآن عبر الهاتف مباشرة سعادة الدكتور عدنان حمد الحمادي، عضو المجلس الوطني الاتحادي. أهلا وسهلا فيك سعادتك. مساك الله بالخير أخي وعزيزي علي، وحفظ الله الجميع الله يسلمك. وأحسن الله عزاء الجميع بوفاة المغفور له رحمة الله الشيخ علينا. قنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين. نعم، رحمة الله الرجل علينا. حقيقة الذي يعني قدم مسيرة حافلة من الإنجازات والعطاء، وكان بالفعل رجل دولة، خدم الوطن وخدم كل أطياف شعب الإمارات بكل تفاني وإخلاص، حتى وأن يعني أردت أن أضيف جديد فما قدمتموه عبر الشاشة وما تحدث عنه الجميع من رجال الشعب أو حتى من القيادة، لن توفي المغفور حقه رحمه الله. نعم سعادتك، سعادتك فقدنا حقيقة قامة وطنية كبيرة، وهو فقيد الوطن المغفور له بإذن الله الشيخ طحنون بن محمد النهيان رحمه الله. كلمة أخيرة تحب توجهها لقادتي وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا المصاب الجلل. بكل تأكيد مصاب جلل حقيقة، يكفي أن المغفور له يعني قد رافق المؤسس الشيخ زايد طيب الله ثراه، وبالتالي سار على نفس النهج، اكتسب نفس الخبرة سواء الخبرة العملية أو المعرفية، واهتم أيضا بشؤون الناس. ولعل حقيقة يعني ما لمسناه من مشاهد تتكرر حقيقة في برزة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، بأن تكون عامرة بوجود المغفور له الشيخ طحنون، لأنه يرى حقيقة يعني في هذه القامة الكبيرة قامة المؤسس. نعم. فلا نملك إلا بالدعاء له وبالرحمة آمين. والمغفرة. وبالفعل يعني الإمارات حزينة حقيقة بفقدان هذه القامة الكبيرة ورجل الدولة حقيقة الكبير الذي أفنى عمره وقدم حقيقة قدمات جليلة لوطنه ولأبناء شعبه، فله الرحمة إن شاء الله. الله يرحمه ويغفر له إن شاء الله. سعادة الدكتور عدنان حمد الحمادي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، شكرا جزيلا لك سعادتك. شكرا أخي علي، شكرا سيدي، شكرا شكرا. سعادتك، شكرا.